صباح الخير على كل مشاهدي شبكه ان سي ان 9 لايف. نهارك سعيد، يوم سعيد على كل اللي بيتابعونا النهارده ان شاء الله. امبارح كانت ليله مليانه بالاخبار ومليانه بالاحداث، مش في مصر بس، في الوطن العربي كله. النهارده هنحاول نتكلم على كل الاخبار دي بالتفصيل اكتر في حلقتنا، بس يمكن بالاخص اكتر في فقره الصحافه. بس هصبح على فادي الاول. صباح الخير فادي. صباح الخير يا مي. صباح الخير مشاهدينا، مشاهدي 9 لايف وان سي ان في كل حته في الدنيا. فعلا زي ما قالت مي، النهارده يا رب يكون ويك اند سعيد عليكم ونهايه اسبوع سعيده. النهارده 21 اكتوبر 2011، يمكن يوم تاريخي لانه ده اول يوم بعد 42 سنه من حكم القذافي وانتهوا نهايه ماساويه. يمكن الاقاويل متضاربه والحكايات متضاربه، ازاي بالظبط مات او ازاي قتل، لكن تخيلوا 42 سنه من عمر شعب عندهم طاغيه خلصوا امبارح. فاعتقد ان ده عهد جديد يمكن على الدول العربيه كلها. والسؤال، هل دول شمال افريقيا الجنب بقى الشمال الناحيه الثانيه، يعني دلوقتي خلاص مصر، ليبيا، تونس، لسه في بعد كده بقى المغرب، ولسه في الجزائر، هنشوف ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه. يا رب النهارده تكون حلقه خفيفه الصوت عليكم، لان احنا بقى لنا فتره كل جمعه بنطلع كان بيبقى فيه مليونيات ودايما كان بيبقى فيه قلق. يمكن دلوقتي العمليه هديت شويه، بكره اخر يوم في فتح باب الترشيح لمجلس الشعب. يا رب يبقى نهايه اسبوع سعيده كده والناس تلتقط الانفاس عشان لسه قدامنا مشوار طويل. عموما النهارده معانا فقرات كتيرة جدا، بنبدأها طبعا فقرة صحافة كالعادة، وبعد فقرة صحافة في فقرة مع دكتورة لبنى أحمد، استشاري معالج معتمد بالطاقة الحيوية. سمعنا الفترة اللي فاتت كتير جدا عن ناس بتعالج بالأحجار الكريمة وناس بتعالج بالطاقة الحرارية والطاقة الحيوية، وأنواع كتيرة جدا ظهرت بقالها 3 سنين والناس بتستخدمها، وفي ناس الحمد لله بيتم شفائهم يعني باستخدام هذه الطرق، بس أول مرة نتكلم عنها بالتفصيل ونفهم ايه هي الاحجار دي وليه بتساعد. هنعرف النهارده من فقره مع دكتوره لبنى احمد. وزي ما احنا دايما مركزين في نهارك سعيد مع الشباب اللي اطلق شراره الثوره واللي ابتدى شباب كتير في الكليات دلوقتي، يعني حاجه تفرح انه يبقى عندنا مبادرات في كل حته. الشباب عاوزه تعمل حاجات، عاوزين يعملوا مشاريع. طلبة الهندسة كانوا عايزين يعملوا كلية هندسة كلها بالخلايا الضوئية، في طلبة تانية عملوا عربيات، في طلبة تالتة عملوا حاجات كتير. المرة دي هيبقى كلامنا مع شباب فنانين الثورة، مجموعة من ائتلاف شباب التشكيليين قرروا ان هم يعملوا مشروع جدارية توثق أحداث الثورة المصرية. هيعملوا أكبر جدارية في مصر، هيبقى طولها 138 متر في شارع التحرير في الدقي. هيكون معانا منهم الفنان هيثم هندي واحد من المشاركين، ولينا أسامة أحد المنسقين. أكيد في فقرة أخيرة مع فضيلة الشيخ دكتور شوقي عبد اللطيف، هيتكلم عن موسم الحج وفضائله ومناسك الحج، بس هيكون ده بعد الفاصل. بعد الفاصل هنشوف مع بعض فقرة الصحافة.